شروط المسح على الخفين: أن يدخلهما على طهارة، أي أن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل الرجلين بالماء ثم يلبس الخفين، وأن تكون طاهرة لا نجسة، وأن تكون ساترة لغالب العضو، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، وأن يكون المسح في زمن المسح، يعني لا يتعدى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لياليها للمسافر.